اسمي علي غزال وعندي 26 سنة. متخرج من تجارة 2011-2012. طبعا كنت يعني متخرج، كنت زي أي شاب كان نفسي يكون عندي مثلا شغل ثابت كويس. أنا كنت شغال في شركة كويسة ومرتبها حلو. أنا سبت شغل الشغلانتي ديت اللي أنا كنت ثابت فيها بقالي سنين، شغال فيها سنتين ثلاثة مثلا شغال فيها، واللي في سني كانوا يتمنوا مثلا أشتغل الشغلانة ديت. كنت بحاول اللي هو الزرع الصبار دوت، الناس كانت بتخاف منه، فانا حاولت ان يبقى في شكل حلو فيه وشكل زين فيه ان هو يخش جوه البيت. كانت حتى الناس الجيران بيستغربوا علي بيعمل ايه، هو بايه شكل الزرع، ايه مش عارف ايه الحاجات دي، ايه الاشكال اللي هو بيعملها ديت. اول مره نزلت فيها يعني بعت مبلغ كويس، عجبني الموضوع اكتر فطورت من نفسي، فبدات انزل في محلات ورد ومحلات زرع. بدات بقى اطور بقى من شغلانتي، اعمل شغل هاند ميد بقى في شغل اللي هو السلاسل والكوليهات والعقاد. بعد كده طورت بقى ان انا فتحت كذا بارتيشن في كذا مكان. كانت الاطفال الصغيره بيسيبوا امهاتهم وتيجي تقعد قدام البارتيشن وتقعد تتفرج كده على الشغل بتاعي. الحمد لله دلوقتي شغلت ناس اكتر من 20 واحد شغال معايا، وطورنا الافكار بقى وفتحنا كذا مجال يعني.